في الفنادق كتير بيحصل شكاوى من أصوات بتطلع من واحدة من الغرف، بس الحادثة النهاردة مختلفة شوية. الغرفة اللي بيطلع منها الضجيج ما فيهاش حد من النزلاء اللي هنتابعه دلوقتي هو اللي تسجل بكاميرات المراقبة في الفندق. الخطوة الطبيعية هي إن أحد الأفراد يروح يشوف الموضوع، فاختاروا واحد منهم يطلع للغرفة اللي منها بتطلع الأصوات، فكلم مراقب الكاميرات واحد ينزل يشوف الوضع في الغرفة. لكن لما وصل الغرفة اترعب، لأن الصوت اللي بيطلع من الغرفة مش زي أي صوت عادي، ده صراخ. وسمع مراقب الكاميرات الصراخ ده عن طريق جهاز الاتصال، فهو كمان ارتبك لأنه عارف إن الغرفة ما فيهاش حد. المراقب شك في نفسه، فمنع العامل عن فتح الباب لغاية ما يتأكد إن الغرفة فعلاً ما فيهاش حد. وبعد اتصال سريع اتأكد إن الغرف وما فيهاش نزلاء، ساب العامل يدخل، وطبعاً هو والعامل كانوا مرعوبين. دخل العامل وهو بيترعش عشان يشوف إيه الحكاية، والصريخ لسه جاي من جوه. وبعد ما دخل ومراقب الوقت عمال ينادي عليه في اللاسلكي، الصوت وقف. متهيألي إن دي أصعب لحظات في عمر العامل المسكين ده. محدش فينا يتمنى يكون مكانه في الموقف ده. غاب العامل جوه دقيقة واحدة وخرج يجري، إن اللي شافه مش طبيعي. فرش الغرفة كله متبعتر وكأن كان في معركة جوه، وطبعاً مفيش بني آدم جوه. بلغ طبعاً باللي شافه جوه وهو بيتمنى إن الموقف ده ينتهي. نزل العامل يجري وهو مش مستوعب اللي حصل، وكمان مراقب الكاميرات مش مستوعب الموضوع، بس مش ده اللي يرعب. لو لاحظت الفيديو هتلاقي الكاميرا صورت كائن خرج من جوه أول ما العامل دخل. تفتكر إيه اللي يخلي فندق يصور الفيديو ده رغم إن ده يضر سمعته؟ تفتكر إنها خدعة؟ طيب لو خدعة الهدف منها إيه